والنمو الاقتصادي في مصر يبدو رهينة تقييم العالم الخارجي لمستوى الأمن في البلاد. التقيت هشام زعزوع وزير السياحة المصري وسألته أولا عن رأيه في التقارير الاقتصادية التي تستبعد تعافي القطاع السياحي المصري قبل العام 2014. الحقيقة اختلف مع هذا التقرير. الأرقام بتشير، الأرقام الواقعية على الأرض تشير أنه هناك تعافي وتحسن منذ العام الماضي 2012. انتهينا في عام 2012 بزيادة قدرها 17.4% في الأعداد عن العام السابق له 2011. هذا التعافي مستمر في عام 2013. الربع الأول والواقع الأربعة أشهر الأولى تشهد تحسن بقدره 12% في الأعداد. الليالي السياحية أفضل، أداءها حوالي 17% في الربع الأولاني، وده يعني أن الأجنبي وهذا السائح يأتي إلى مصر ويقعد فيها مدة أطول مما كان يحدث في السابق. فأنا أراهن على أنه التعافي مستمر، وأعتقد أن الأرقام سوف تكون جيدة بإذن الله مع نهاية هذا العام. معالي الوزير، البعض يختلف مع مقاربة الأمر بأعداد السياح، يقولون بأنه السياحة تستعيد عافيتها عندما تقدم للاقتصاد ما كانت تقدمه، ويستندون إلى ذلك بأنه الأسعار اليوم أرخص مما كانت عليه في فترة 2010. ما قولكم هنا؟ هذا الكلام صحيح، ولكن في النهاية العام الماضي على سبيل المثال في 2012 حققت السياحة المصرية للخزانة المصرية 10 مليارات دولارات من الدولارات، فهذا يعني أن هناك مساهمة في الاقتصاد ومساهمة في جلب العملات الحرة التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. هذا مستمر. متوسط انفاق السائح بالطبع بعد الأحداث التي تمت في الثورة انخفض، كان ينفق في حدود 85 دولار في الليلة، الآن ما دون 70 دولار في الليلة. ولكن المهم جدا أن ننظر إلى أن الطلب ما زال موجودا، فالتعافي في المتوسط الإنفاق والأسعار سوف يأتي مع زيادة الطلب، فهي دورة اقتصادية عادية. ماذا سيقدم القطاع السياحي للخزينة هذا العام بحسب توقعاتكم؟ والله أتمنى أن نعطي رقم في حدود 11 مليار دولار بالمقارنة، وهو زيادة حوالي 10% عن ما قدم في العام الماضي. أتمنى هذا أن يتحقق، وأعتقد أنه قابل للتحقيق مع زيادة الأعداد الوافدة. مع الوزير، اتحاد غرف السياحة المصرية يتحدث عن نوع من الركود السياحي في بعض المناطق، لا سيما مناطق الأقصر وأسوان، كذلك يتحدثون أنه من 280 فندق عائم 30 فقط هي عاملة في هذه المرحلة. كيف تقاربون هذا الموضوع وهذا التحدي؟ من المؤكد أن هذه الأرقام وهذه الشواهد صحيحة. معظم الطلب موجود في البحر الأحمر وجنوب سيناء. المشكلة أن القاهرة كانت متأثرة بالإعلام الدولي، والقاهرة تؤثر كمنتج ثقافي على بقية المقصد الداخلي في الوادي كالأقصر وأسوان. نحن نتعامل حاليا بجدية مع الموسم القادم، إن شاء الله سوف يشهد تطور إيجابي في هذا الخصوص مع وصول التحالفات التي تتم حاليا مع شركات الطيران الدولية للوصول مباشرة إلى الأقصر وأسوان في الوادي، وبالتالي سوف تشهد هذه المنطقة تحسنا نسبيا بإذن الله بدءا من شهر 10 أو 11 القادم. أعطيني فكرة عن بعض هذه الاتفاقات مع الوزير. الطيران التركي على سبيل المثال سوف يطير مباشرة من اسطنبول مباشرة إلى الأقصر وأسوان. كنت في فرانكفورت منذ يومين وعقدت اتفاقات مع شركات طيران منخفضة التكاليف مثل وتشارتر مثل سان إكسبرس الألمانية، وهم يزيدون رحلاتهم إلى مصر ويدخلون بمفهوم كان معروفا في الطيران لم يكن مستخدما في مصر منذ فترة، وهو ما يسمى بالدبل تاتش، أي أن الطائرة تصل إلى على سبيل المثال البحر الأحمر، الغردقة على سبيل المثال، ثم تستمر إلى الأقصر للسائحين الذين يريدون زيارة الأقصر، فتخفض من تكلفة الوصول وفي نفس الوقت تساعدنا على تدارك النقص الذي تم في هذه المنطقة. مع الوزير، في وقت نسب الإشغال الفندقي مرتفعة على سواحل البحر الأحمر هي لازالت ضعيفة كذلك في القاهرة، ما آخر الأرقام اللي بحوزتكم؟ والله هناك تحسن نسبي حدث أخيرا في القاهرة،
وأيضا في الأقصر وأسوان. في القاهرة كانت تدنت إلى ما دون 30%، حاليا آخر رقم منذ يومين كانت تعدى 40%. بعض الفنادق اللي موجودة في وسط القاهرة بتعاني، لكن الفنادق الموجودة في الأطراف مثل الفنادق الموجودة في منطقة مصر الجديدة في القاهرة أرقامها تصل في بعض الأحيان إلى 60-70%، فهذا من ناحية. ولكن أعتقد التحسن بدأ، كل أمل أنه يشهد هذا الصيف تدفق من السياحة العربية أفضل مما كان من قبل، سوف يساعد على استعادة الأرقام في القاهرة.